بالتأكيد سيكون في الجولة هذه الفرصة لفائدة باريس سان جيرمان عن طريق لاعب دي ماريا، لكن التغطية بعد ذلك تخرج إلى ركلة مرمى. أكمل تشكيلة نادي باريس سان جيرمان، ماركينيوس خمسة، كيبال يرفع كرة مراوغة ممتازة، كيليان مبابي والركنية الأولى باريزية، اختراق ممتاز من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب كيليان مبابي. شوف هنا انتظرنا التمريرة وانتظرنا العرضية والتغطية هنا في نهاية الأمر من الأسرة ديارة، تبقى خطيرة، فرصة والتسديدة بعيدة تماما، بعيدة تماما من جانب اللاعب بيران وقائد الفريق واللاعب الذي يشكل جبهة دفاعية إلى عن مبارياته في الدوري أمام نادي سانتيتيان. بينما هذه الكرة أمامية، فرصة لبامبا، تغطية من كيمبيمبي مباشرة تخرج إلى ركلة مرمى. كان متوقع جدا بأن نصها بجوفروا غيشار، سنتابع هذه العرضية والتسديدة لكن بعيدة، بعيدة تماما، بعيدة تماما هذه الكرة عن مرمى الحارس ألفونس أريولا. هذه الإعادة مجددا لتسديدة ديفيد ديشون، هذا اعتراف ضمني بأتميو ستيفان الريفيه. هو ستيفان أمام كيليان مبابي، اللمسة كانت جميلة والتحية المجال هناك في الجهة اليمنى، فرصة جول، فرصة جول كابيلا يفتتح باب التهديف. نعم، من أول فرصة، من أول محاولة يتمكن الأخضر سانتيتيان من افتتاح باب التهديف عن طريق لاعب كابيلا في مواجهة دفاعي. نعم، مرتبك ارتباك حاصل في دفاع نادي باريس سان جيرمان، وخطأ في التغطية يمكن كابيلا من زيارة شباك ألفونس أريولا. تتغير النتيجة، نعم، في الربع الساعة الأولى هذه الإعادة مرة أخرى. كابيلا هو من بدأ، كابيلا هو من هيأ في البداية، نعم، هو من أكمل وهو من تابع هذه الكرة بعد خطأ في الإبعاد من جانب موني. شوف الإعادة، ديبيشي بعرضيته المميزة يصنع الخطورة، تمريرة ممتازة، فكرة ممتازة، فرصة الرمى، عمومه، هدف ثاني يضيع، جملة تكتيكية من أروع ما يكون، جملة تكتيكية ولا أحلى من عناصر نادي سانتيتيان لوجود لوضعية التسلل والتحضير كما يجي من ديبي شيرا. ممتازة، فكرة ممتازة عندما مر الكرة ناحية لاعب كابريل العرضية، موني باكي يبقى هو زلاتان إبراهيموفيتش والثاني كافاني، العرضية وأيضا لاعب ماركينيوس. الكرة هناك على جهة من مراوغة ممتازة، مونيي يدخل وليبدأ الهجمة في انتظار رابيو، وهذه كرة خطيرة من رمى مومو، ركلة جزاء، ركلة جزاء يستدر رمى مومو. مشاهدي الكرام، في مسك ألفونس أريولا والرانفيل لم يتردد ولو للحظة في الإعلان عن ركلة جزاء لفائدة نادي سانتيتيان. والإنذار يا كورزاوا، الإنذار مصيرك يا كورزاوا. إذن سنتابع الإعادة وأعتقد فيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء. كابيلا، 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 أريولا، أريولا يتصدى لركلة الجزاء مشاهدينا الكرام، ويحرم الأخضر من هدف ثاني، ويبقي الأمل لباريس سان جيرمان من أجل الرجوع في نتيجة المباراة. قد تكون هذه علامة فارقة، وقد يكون هذا منعطف وتحول مهم في المباراة. لما تضيع سي بامبا، بامبا يرفع كرة، ميني بالراس، يحطها ميني. ماذا فعل موني؟ هدية من موني، لم يستفيد من عناصر نادي سانتيتيان. شوف الإعادة، ليس هكذا يتم إبعاد الكرات يا موني. ما يعاب على طريقة لعب باريس سان جيرمان، البطء في التحضير، لوسيلسو تسرع فيها، لوسيلسو تسرع فيها، لوسيلسو كان عنده خيارات أهم وكان عنده حلول أخرى عوض التسديد، لأنه شفنا لاعب باستوحيان هو الذي يصنع الفرص ويصنع الأهداف، لذلك طبيعي أن يكون مبابي حاضر كلاعب جناح وليس مهاجم أوسط. والحمراء، الحمراء يا كيمبيمبي، هذا ما حذرت منه قبل لحظات، قلت بأن كورزاوا كيمبيمبي لديهما بطاقة صفراء، والتدخل الثاني يساوي الحمراء يا كيمبيمبي لتزداد المتاعب بالنسبة لباريس سان جيرمان على بعد كيمبيمبي. بعد الإنذار بيرا يمرر الكرة، هنا السعودي جابرييل، عرضية
مرة أمام بيرا، مرة أمام بيرا، ومرة أخرى ماركينيوس، مرة الكرة أمام اللاعب البرازيلي. قاعدة الكتيبة الباريسية بينما نتابع هذه الكرة. فرصة فرصة فرصة، دفاع يتدخل فريق الأخضر، وعليكم بمضاعفة المجهودات من الجهة الثانية، وفرصة للثانية كبيرة لكن بعيدة، بعيدة تماما من جانب اللاعب كابيرا. عنصر الخطورة، وأعتقد إذا تركت له المجال وتركت له المساحة فمشروع هدف. بامبا وديبيشي، بامبا وديبيشي، بامبا يرفع الكرة، ومعاناة ينشطون على الخصوص في المنتخب الفرنسي بين مع الخيل. يدخل أنخيل دي ماريا، فرصة رفع داخل منطقة الجزاء، كيليان مبابي حضر بشكل ممتاز، أنخيل يسدد لكن بعيدة تماما، بعيدة تماما يا أنخيل يا دي ماريا. جملة جانب أنخيل دي ماريا، يرفع الكرة، أنخيل فرصة، ضاعت هذه الكرة يا البرازيل دي باريس سان جيرمان. مشاهدينا الكرام، عن طريق كيليان مبابي الذي عوده الفضل في تصدي أريولا لركلة الجزاء القادمة. رأيي الشخصي لازم الإدخال كاباني مرة أخرى. هنا فرصة، فرصة، وضعية التسلل، أعتقد هذا هو التوقيت المثالي لإدخال كاباني يا أوناي إمري. تلعب الركنيو، راسية غريب جدا، يضيع الهدف الثاني، وجلي وجمع الفونس أريولا، يضيع بامبا. كم هو محظوظ الفونس، تخميني في محله كافاني، هو المنادى عليه من طرف أوناي إمري. مع مشاهدينا الكرام، مرفوعة داخل منطقة الجزاء، فرصة راسية من كيليان مبابي أو كورزاوا. بالفعل كورزاوا هو صاحب الضربة الراسية لكن بعيدة تماما، لا يركز كفاية عناصر نادي باريس سان جيرمان. هنا الارتقاء وهنا الضربة الراسية. عموما كورزاوا في السينما، هذه الكرة مرفوعة خطيرة، اليمنى بامبا، خطير، بامبا خطير، بامبا أكثر من اللزوم لتتحول بسرعة. فرصة، فرصة، طنلكا قريب، أسامة طنلكا قريب من إضافة الهدف الثاني لولا العارضة. كم أنت محظوظ يا ألفونسي أريولا أمام اللاعب المغربي. أسامة طنلكا كاد أن يفعله ويسجل الهدف الثاني. كابيرا، كابيرا العرضية، طنلكا كاد أن يفعله ويسجل الهدف الثاني. كابيرا، كابيرا العرضية، مرة جانبية، فرصة، فرصة، هنا كافاني ينتظر، كافاني، 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 غير معقول، غير معقول يا كافاني، هذه كرة المباراة، غير معقول، هذه لقطة الموسم، هدف من طينة إيديسون كافاني، يضيع فرصة سهلة أمام المرمى الفارغة. غريب ما تابعنا في هذه اللقطة مشاهدي الكرام، شوف لمسة بينية لأنخيل، أنخيل مبابي يصعد، مبابي، مبابي يعمل المراوغة، مبابي يدخل، مبابي، وستيفان ريفي يقطع، تصدي أكثر من رائع من جانب ستيفان، ستيفان، نعم ستيفان، كانت في اتجاه المرمى، نعم، وستيفان يبعد فرصة أخرى، ريفي في المتابعة، ممتاز هذه من أنخيل دي ماريا، طريقة تنفيذ الركنية في يلعب الكرة ليا. We'll be right back.